محمود سامي البارودي رائد مدرسة البعث والإحياء في الشعر العربي الحديث. نفي مع زعماء الثورة العرابية إلى جزيرة سرنديب سريلانكا أكثر من 17 سنة، فسجل معاناته في شعره النابع من ألمه وحنينه قائلا: مح البين ما أبقت عيون المها مني، فشبت ولم أقضي اللبانة من سني. عناء ويأس واشتياق وغربة، ألا شد ما ألقاه في الدهر من غبني. ولما وقفنا للوداع وأسبلت مدامعنا فوق الترائب كالمزن، أهبت بصبري أن يعود فعزني، وناديت حلمي أن يثوب فلم يغني. ولم تمضي إلا خطرة ثم أقلعت بنا عن شطوط الحي أجنحة السفن. فكم مهجة من زفرة الوجد في لظى، وكم مقلة من غزرة الدمع في دجني. وما كنت جربت النوى قبل هذه، فلما دهتني كدت أقضي من الحزن. ولكنني راجعت حلمي وردني إلى الحزم رأي لا يحوم على أفني. فيا قلب صبرا إن جزعت فربما جرت سنحا طير الحوادث باليمن. فقد تورق الأغصان بعد ذبولها، ويبدو ضياء البدر في ظلمة الوهن. ومن شاغب الأيام لان مريره، وأسلمه طول المراس إلى الوهن. وما المرء في دنياه إلا كسالك مناهج لا تخلو من السهل والحزن. فإن تكن الدنيا تولت بخيرها، فأهون بدنيا لا تدوم على فني. وإني وإن طال المطال لواثق برحمة ربي، فهو ذو الطول والمن.